زوج وزوجة يتعاطون مع بعض، مرت عليك قضية مثل هالنوع؟ نعم حقيقة مرت. أنت أنا أسمع حالة الأخت والحين وذكرت قضية الحقيقة تم العثور على حالة أوفردوز، شخص متوفي عريان لفينا بشرشف ما نعرف منه. أخوان في الأدلة الجنائية يبدأ دورهم عشان تعرف على من اللي متوفي أول شيء، هل هو مقتول أو أوفردوز أو أي حالة. يعني بالتحري اتضح لنا شنو الآتي، زوج وزوجته سبحان الله، كأن القصة هذه تو سمعناها والحالة اللي سمعناها كأنها قاعد تذكرني بالحالة اللي أنا اشتغلت فيها. وشباب زوج وزوجته يعني بالعشرينات يتعاطون، ومع الأسف الشديد باعترافاتهم بعدين لما انضبطناهم أي شخص آسيوي شكله يعني مقرف وقذر ووسخ، مع الأسف الشديد يدخل داخل ويرتكب الفاحشة مع الزوجة والزوج موجود بالصالة. شوف يعني وين دمار المخدرات، بس نحن نربط مع هدك العرض ولا غيره. هذا شيء شفته بعيني وباعترافهم، يقعد الزوج وهذا الشخص مع زوجته بالغرفة، ولما يخلص يقعدون مع بعض بالصالة ويعطي كل واحد فيهم إبرة. هذا نفس الأسرة هذه قعدوا مع شخص ثالث رفيج الزوج، ثلاثتهم يقعدون يتعاطون، وهم قاعدين يتعاطون صارت حالة أوفردوز بصاحب الزوج. هذول باعتقادهم أنه يعني انخفض السكر عنده فذوبوا ما يملح وحاولوا يعطونه إبر، ماكو فايدة، عروه خذوه ودوه. طبعا اللي يصير حالة أوفردوز هناك 6 ساعات يغمى على الشخص، ممكن إسعافه 6 ساعات. هذول خايفين يعني يودونه بالأسعاف ولا غيره، فخذوا تكرم بالحمام وعروا وحاولوا يكبون عليه ماي ويصحونه وبذحوا ريله يعتقدون انه يطلع الدم ممكن ايضا كعمليه اسعاف، لكن الكلام هذا مو صحيح. حاولوا لين مات. شوف الاحاسيس عند الشخص اللي تعاطى، متوفي عندهم بالبيت عادي، الصبح الريال راح دوامه والمره قاعده بالبيت عندها واحد متوفي عادي ما في مشاعر. اتصلت على زوجها قالت له وانت جاي يجيب معك شراشف. تخيل هذا الكلام، وصلنا حتى حق المحل اللي شارى منه الشراشف، جابوا شراشف لفوا الجثه وانطروا تالي الليل وخذوا بسياره وقطوا المكان اللي احنا عثرنا عليه. شوف اسره ملتفه على ايش؟ على المخدرات. وشوف شنو القضايا اللي تبعيتها، اعتداء على الزوجه، هاتك ارض الزوجه، مشاركة في حالة أوفردوز. فهذا زوج وزوجة مع الأسف.